النهاردة العالم بيحتفل باليوم العالمي للمرأة السائقة. اليوم ده تخصص للسيدات العاملات في مهنة السواقة عشان يسلطوا الضوء على التحديات اللي قدروا يتغلبوا عليها في المهنة الصعبة دي بعد ما أثبتوا نجاحهم وتميزهم في مختلف دول العالم. ويعني أعتقد يا محمد إن في إشادة هو بسواقة المرأة. احنا عندنا أجدع ستات في مصر بيسوقوا، سامحني يا رب يعني لو انا بكذب يعني، لكن فعلا عندنا اجدع سيدات في مصر. طبعا مصر من الدول اللي عندها سائقات قدروا يسيبوا كده بصمه استثنائيه في مهنه السواقه. عندهم رخص مهنيه مختلفه، بيسوقوا ملاكي، بيسوقوا تاكسي، ربع نقل، نص نقل، ميكروباص، اتوبيسات كبيره، كمان عربيات النقل التقيل. عشان كده احنا معانا دلوقتي مع حضراتكم على الهواء كده نموذج هنتعرف عليه. هي سائقه ميني باص زينب عبد الله موجوده معانا على الهواء. صباح الخير عليك. صباح النور يا فندم، اهلا وسهلا. النهارده بقى اليوم العالمي للسيدات السائقات اللي بيشتغلوا في هذه المهنه. احكي لنا بقى بداية القصة معاكي، ازاي وازاي اتعلمتيها وبدأت تسوقي بشكل احترافي؟ الحمد لله، ربنا يخليك. انا الاول بشكركم وكل سنة ومصر طيبة، وبالاول بمناسبة عيد الفطر والعيد الاضحى سوري وثورة 30 يونيو، كل الشعب المصري بخير يا رب. يا رب وانت طيب. الموضوع السواقه جه معايا، يعني هي هوايه الاول، يعني حب وهوايه، وانا بحب السواقه جدا. فبدات الاول بسواقه ملاكي، وبعد كده واحده واحده الحمد لله ربنا يسر الحال وطلعت رخصه مهنيه. وابتديت ادور في الشغل، ان انا ادور في شركات السياحه، ان انا عايزه احقق حلم ليا، هدف. هي الست ما تسوقش، الستات عندها قدره انها تشتغل اي حاجه في اي مجال لو هي بتحب المجال اللي هي عايزه تدخل فيه. فانا عشان بحب السواقه جدا، فالحمد لله ربنا وفقني، ابتديت واحده واحده اتعلم، واحده واحده لما حطيت، يعني حطيت حاجه في دماغي، لا انا عايزه احققها، عايزه اعملها، عايزه انفذها، الحمد لله ربنا يسر الحال الحمد لله. وراح وابتديت ان انا يعني احط رجلي واحده واحده لغايه ما يسر لي الحال، وابتديت دلوقتي اسوق باص الحمد لله كبير. و دي حاجة أمنية أنا يعني كانت حلم، ربنا وفقني فيه الحمد لله. الحمد لله. لله. طيب أستاذة زينب، يعني إحنا شفنا في لقطة كده، شفنا حضرتك ورئيس عبد الفتاح السيسي بيكرمك، كلميني عن اللحظة دي، ويعني شايفة إنه لأي مدى الستات، المهنة دي صعبة جدا جدا، شايفة لأي مدى الستات قدرت إنها تثبت نفسها فيها وقدرت انها تتحمل كمان ضغوطاتها؟ بالظبط، هو تكريم سياسه الرئيس ده كان يعني برضه من ضمن الاحلام. يعني انا كنت دايما وانا في الشغل وانا سايقه الباص كنت اقول لو يعدي ويشوفني يفتح كوبري من الكباري مثلا والطرق الجديده، واكيد هو هيشوفني، وسبحان الله هي من عند ربنا كده. الحمد لله تم ترشيح للتكريم السنه اللي قبل اللي فاتت، وقابلت الست الرئيس، كانت حاجه بالنسبه لي يعني حاجه مش متخيلاها الصراحه، بس كانت هدف برضه حلم من الاحلام اللي كانت جوايا. ولما قابلته قلت انا مبسوطه جدا ونفسي اقابل حضرتك، وربنا يعني وفقني الحمد لله ان انا قابلت حضرتك. دي كانت بالنسبه لي جميله جدا، شرف ليا وشرف لاولادي وشرف لعيلتي ولاخواتي، دي كانت حاجه يعني سعيده جدا وعجيبه جدا انا ولاولادي الصراحه. طب استاذه زينب، احكي لنا بقى كده، الناس في الشارع لما بيشوفوكي سايقه اتوبيس او ميني باص، وطبعا مش معتادين دايما نشوف، يعني بتشوف سيدات بيسوقوا عربيات ملاكي، ممكن تاكسي، ممكن عربيات مايكرو باص صغيره، لكن لما تشوف سيده بتسوق اتوبيس او عربيه نقل تقيل بتبقى يعني مشهد مش متعودين عليه كل يوم. الناس لما بيشوفوكي بيقولوا ايه وبتقولي لهم ايه؟ بيبقوا الاول استغراب، يعني عارفه لما بقراها بشفايفهم كده يقول لك واحده سايقه اتوبيس كده على طول، الاول بيبقى في استغراب بس في تشجيع واعجاب، لما يبقى الناس فخوره بيك، هو خصوصا السيدات بيعملوا كده، برافو عليك جدع، بلاقي استغراب شويه من الرجاله، بس لا تحفيز برضه الحمد لله. فالفكره فيها قبول، ليه لا؟ يعني احنا في دول لا في سيد وقود باصات وعربيات نقل، وفي في في احترافيه يعني في السواقه كمان. فليه في مصر ما يبقاش في كده؟ احنا الحمد لله بلدنا كابتن الرئيس وفر لنا حاجات كثيره جدا، وبقى الستات ورده من
الساحه الحمد لله الحمد لله بقت متشافه بقت فنانه. في دكاتره سيدات ورجال ومهندسين سيدات ورجال، ليه لا لما يكون في مجال زي السواقه مثلا ما يكونش في سيدات وستات؟ على فكره هي معروف عنها زي ما حضرتك في الاول كنت بتقول ربنا يسامحني. هو دايما سمعه الستات في السواقه مش افضل حاجه في الدنيا بالظبط. بس هو هي الحكايه كلها انت بتحب المجال وبتحب عملك ولا لا؟ لما تحب عملك هتخلص فيه وهتبدع فيه وهتجدد من نفسك فيه. غير ما اكونش شغال حاجه انا مجبور عليها، انا مش مجبوره على الشغل ان انا اشتغل سواق. بالعكس انا عندي ولادي وعندي والحمد لله كله تمام. طب مدام زينب، يعني بما ان حضرتك معانا وشفتي دكتور محمد قال ايه على الستات اللي بتسوق بهزر وبيتكلم على سواقتنا مع انه مواظب على فكره الحوادث اصلا بتبقى بسبب سواقه الرجاله بس ما علينا. والله هم بيطلعوا علينا كلام كده واشاعات بس مالناش دعوه. بما ان حضرتك معانا يا فندم، شايفه اصلا الاشاعه دي طالعه عندنا ليه وتقييمك لسواقه السيدات في مصر؟ بصي، هو الستات عموما بيبقى عندها تقدير، بتعمل حرص زياده عن اللزوم. يعني ده بيوقعها في مشكله بقى لما تعمل حرص زياده عن اللزوم بيوقعها بقى في المشاكل. لا لا والله، هي الواحده بتبقى بتقيم طريقها وبتقيم العربيه، بتبقى حاسه ان هي مثلا في سيدات اللي هو نتكلم على عربيات الملاك بتبقى لسه في بدايتها بتتعلم، بس هي مش مدينها مجال في الطريق ولا مجال في ان هي وهي ماشيه انها تاخد صح براحة شوية. طبعا الستات عموما بيبقى عندهم حرص زيادة عن اللزوم شوية، فبيقعدوا يشاوروا لها وسعي انت مش عارفة تسوقي خليك تركني على جنب، كلام زي ده. لما انا بمشي بالباص انا بيتقال الكلام ده ساعات، يعني في ناس امشي على جنب. فانا يعني انت ليه واخد عننا فكرة كده؟ احنا ماشيه في الطريق بتبقى اخطاء كتيره جدا للرجال كتيره جدا. طبعا احنا سعداء بوجودك معانا مدام زينب عبد الله سائقه ميني باص، شرفتينا بوجودك صحيح معانا في صباح الخير يا مصر. شرفتينا سيده مصريه جدعه كده، وكل التوفيق ليكي استاذه زينب.